الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة اليوم كان عندنا انعقاد ديال دورة العادية لشهر فبراير 2024، حيث تم هذه النقطة فيها ثلاث نقاط رئيسية. كان عندنا النقطة الأولى وهي حول اقتناء الرسم العقاري التابع لدائرة الأملاك موجود بدوار رمل البوشتيين، حيث تم استدعاء السيد ممثل الأملاك العقارية. كان عندنا توضيح دياله بأن العقار تم وضع رهن الإشارة الوكالة التنمية الفلاحية بالرباط، وكان تم تصويت بإجماع على هذه النقطة من أجل مراسلة سيد مدير الأملاك من أجل أخذ مسطرات الاقتناء. فيما يخص النقطة الثانية كانت حول مراسلة سيد مدير جهوي لمكتب الماء والكهرباء، حيث تم اتفاق بإجماع على مراسلة السيدة المديرة الجهوية لمكتب وطني الكهرباء بجهة الدار البيضاء سطات. فيما يخص النقطة الثالثة وهي مراسلة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ببرشيد. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد المجدوب رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية برشيد. تشرفت بتمثيل المديرية الإقليمية في هذا اليوم بتمثيلها في الدورة ديال شهر فبراير لمجلس الجامعة الترابية السوالم الطريفية. الحضور ديالنا كان بخصوص نقطة تم طرحها من طرف المجلس الموقر لهذه الجامعة الترابية، كتتعلق بتعويض حجرات بناء المفكك بالوحدة المدرسية أو فرعيات عين جمل. طبيعة الحال المخطط الإقليمي ديال المديرية الإقليمية الرامي إلى تعويض حجرات البناء المفكك في جميع الوحدات المدرسية المتواجدة بتراب الإقليم. هذه الوحدة المدرسية عين جمل تتوفر على مساحة لا تسمح في الوقت الحالي بإنجاز هذا المشروع، وبالتالي تم اقتراح توسيع مساحة هذه الفرعية ومن أجل ضمان تمدرس ديال التلاميذ وفي نفس الوقت إنجاز هاد الحجرات من الصلب وتوفير فضاء جيد لاستقبال التلاميذ والأطر التربوية العاملة بهذه الوحدة المدرسية. كنسجلوا التجاوب الإيجابي الدائم من طرف المجلس الموقر لهذه الجامعة، وإن شاء الله مقبلين على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس الجامعة من أجل تنسيق أكثر والعمل أكثر على تجويد الفضاءات المدرسية بهذه الجامعة الترابية، وكذلك العمل على توسيع العرض المدرسي خصوصا لمواجهة الطلب المتزايد على التمدرس بهذه الجامعة الترابية. شكرا.